ايه السبب اللي خلاهم يخترعوا الكعب العالي في الأحذية؟ الكعب العالي ما كانش اختراع للنساء. ازاي؟ انا هقول لكم ازاي. بيرجع اختراع الكعب العالي وبدء لبسه للقرن التاسع. اول اللي لبسوه كانوا هم الخيالة اللي في الجيش الفارسي، وده عشان يثبتوا رجليهم في سرج الحصان وما يقعوش. استمرت عادة ارتداء الكعب العالي موجودة في الأوساط الفارسية لفترة طويلة، لحد ما جه يوم زار فيه مجموعة من الدبلوماسيين أوروبا عشان يناقشوا أمور بخصوص البلاد. لاحظوا إن الدبلوماسيين لابسين أحذية كعب عالي. من وقتها انتشر فكرة لبس الكعب العالي في الوسط الأوروبي، وانتشر لبسه بعد كده بين الرجال. لاحظ ملوك ونبلاء أوروبا إن عامة الشعب بدأوا يلبسوا أحذية كعب عالي عن اللي اتعودوا عليها، ده خلاهم يزودوا ارتفاع الكعب عشان يفرقوا بين عامة الشعب والنبلاء. السبب ده دفع الرجال إن هم يلبسوا كعب عالي لأنه دليل على النبل. يقال إن الملك لويس الرابع عشر كان بيلبس كعب عالي وصل طوله 10 سنتي علشان يكون طويل في المجتمع، لأن يقال إن لويس الرابع عشر كان قصير طوله حوالي 163 سنتي، وقتها كان طوله بيعتبر أقل من متوسط الطول. بمرور الوقت لويس كان عايز يميز الأحذية بتاعته عشان ما تبقاش زي عامة الشعب، فعمل إن كعب الأحذية يكون لونه أحمر، كان بيلبسها هو وحاشيته فقط، وكان بيميزه رجال الملك من لون كعب الأحذية بتاعتهم. طب ليه الرجالة بطلوا يلبسوا كعب عالي؟ كان السبب اللي أجبر الرجال إن هم يتخلوا عن لبس الكعب العالي ويعتبروه جزء من ملابس النساء هي قصة بترجع للقرن ال17، اللي فيه النساء حاولت إن هم يدوروا على طريقة علشان يعملوا المساواة بين الرجل والمرأة. بدأت حركة التنوير اللي خلت المرأة في الوقت ده تقص شعرها وتدخن وتلبس الكعب العالي زيها زي الرجل. بعد كده في القرن ال18 بدأ الرجال يسيبوا فكرة ارتداء الكعب العالي بسبب انتشاره بين النساء، وبرضه علشان عدم راحتهم في المشي والحركة بيه، وفي محاولة من الذكور للتميز عن النساء، وبدأوا وقتها يغيروا ألوان الملابس بتاعتهم ويحددوا الألوان الهادية الكلاسيكية للملابس وخلوها تكون أكثر عملية علشان تتناسب مع عملهم اليومي. الحدث ده أطلق عليه خبراء الموضة التنازل الذكوري العظيم.